أمورهم منيحة. محمد قال لي إنه بده يروح لعنده. مزبوط، وأنا كمان رح روح بس يولد حفيدنا بالسلامة. سلطانة، وحضرتك روحي مع جلالة السلطان، قلتي لي قبل إنه كتير حابة تشوفي مانيسا. طبعاً إذا بيسمح لك جلالة السلطان. لسه في وقت، بس يجي هداك اليوم نشوف. أنتِ عم تهدديني يا فيروزة؟ كيف؟ وليش عم تقولي هيك؟ أنا كتير حابة إني أشوف مانيسا. يعني عم تذكريني إنه بتعرفي بالموضوع؟ لا أنا حكيت مش حاضر. لا تحاولي تلعبي دور الملاك يا فيروزة، وقع القناع اللي على وشك.